بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنكمل ان شاء الله مع بعض سلسلة الجي تو اس اي. في الشابتر ده هنتكلم على الكنترولينج ستيتمنت. هنتعرف على بيقول لي الاوبجكتيفز بتاعتي يوز ديسيجن ميكنج كونستراكت. طبعا بنعمل ميك ديسيجن بناء على كونديشن معين باف ستيتمنت. هيكلمني بعد كده عن اللوبينج، ازاي اقدر اعمل بريفورم لوبينج اوبريشن، عملية الاتريشن او عملية التكرار. طبعا هنشوفها في فيديو منفصل. بيتكلم معايا برضك على السويتش ستيتمنت. طبعا دي من ضمن الستيتمنت اللي بنتحكم فيها برضك في عملية الديسيجن بناء على كيس معينة. تمام، خد ديسيجن معين او اجراء معين. طب الكلام ان شاء الله يبتدي يوضح معانا في جزء جزء. بيقول لي طبعا البيزك فلو كنترول تايبس، اتريشن اللي هي اللوبينج، ترانسفير، سيلكشن، سيكوينشال. طيب بيقول لي عشان تستخدم الفلو كنترول ان جافا عندك بعض الرول. بيقول لي اتش سمبل ستيتمنت ترمينيت ويز سيمي كولون بعد كل ستيتمنت، سواء عملية لوبينج او سواء ستيتمنت معينة مثلا بعد اف ستيتمنت او خلافه. تمام، بتنتهي بسيمي كولون. لو عايز تعمل اكتر من جروب من ستيتمنت مع بعض، يعني سي مثلا انت عندك اف ستيتمنت كونديشن معين. تمام، اوكي، بناء على الكونديشن ده هتاخد اجراء اتنين تلاتة، فدول بالنسبة لك كلهم يعتبر ستيتمنت واحدة، او كل دول مرتبطين بصحة تحقق الشرط او عدم صحته. تمام، طب انا عايز اعمل اكتر من اجراء في حالة مثلا تحقق الشرط. طيب اكتر من اجراء، هو انت المفروض اوريدي بتبتدي اف بعديها الكونديشن بتاعك، وبتحدد ستيتمنت معينة هتتحقق لو حصل، لو الاف ستيتمنت دي بترتيرن ترو هيتحقق، تعمل ستيتمنت محددة. لو فولس هتعمل ستيتمنت تانية. طب انت عايز اكتر من ستيتمنت، فبيقول لي لو انت عايز تعمل جروبينج من ستيتمنت، تمام، بناء على كونديشن او بناء على لوبينج، بتقفلهم ما بين براكت، فبيتقال دول بلوك اوف كود لانهم بيتعاملوا عامل ستيتمنت واحدة. اتش بلوك اكسكيوت از سنجل ستيتمنت. كل بلوك، يعني كل فتحة براكت وقفلة براكت، بتتعمل على انها ستيتمنت واحدة. تمام، يبقى الجروب اوف ستيتمنت طالما هو مقفول ما بين براكت يبقى ده كده بيتعمل على انه سنجل ستيتمنت. طيب هيبتدي يتكلم معايا بعد كده عن الاف ستيتمنت. الاستراكشر بتاع الاف ستيتمنت سهل جدا وبسيط ومنتهى البساطة. بقول له اف، وبهنا بحدد له بولين اكسبريشن كونديشن معين انا محتاج اعرف اذا حدد اذا كانت ترو ولا فولس. لو ترو هعمل الستيتمنت دي، وممكن خلاص اسكت. يعني ده اول شكل من اشكال الاف ستيتمنت، اف كونديشن معين والستيتمنت اللي هتتنفذ في حالة الستيتمنت دي كانت بترو. وفي شكل تاني عندي اللي هو اف else، في حالة تحقق الشرط هتعمل ستيتمنت واحد، في حالة عدم تحقق الشرط اللي هي else هتعمل ستيتمنت 2. طيب تعالى كده ناخد مثال. هنعمل بمنتهى البساطة كده variable بسيط int x equal 20. هنقول له هنا بمنتهى البساطة if condition معين ان ال x، قيمة ال x اللي جاية لي دي لو كانت أكبر من العشرة هيعمل عبارة بسيطة جدا أو طبعا عبارة الصوابين. إكس أكبر من عشرة، وطبعا الكلام ده هيعتبر عبارة أو statement طبعت string معين. فبمنتهى البساطة كده ال x عندي حاليا عندي بكام؟ عندي بـ20. تمام، فهي فعلا أكبر من عشرة، فأوريدي هيطبع لي دلوقتي
ان الاكس اكبر من كام؟ من 10. طب لو الاكس دي كانت قيمة اقل، يعني الاكس دي كانت عندي بخمسة، ران، هيقول لي البرنامج بتاعك شغال بشكل سليم وكل حاجة، بس مفيش اي ستيتمنت اتنفذت او خلاص البرنامج بتاعك خالص على كده. انت هنا حاطط لي شرط اتحقق هتعمل اجراء معين، ما تحققش انت ما قلتليش هتعمل ايه. طب انا عايز اقوله في حالة عدم تحقق الشرط اطبع رسالة معينة. ففي حالة عدم تحقق الشرط دي اسمها else، ونبتدي فعلا نقول له هنا وليكن هتعمل لي اس او بي ان الاكس اقل من العشرة. ففعليا دلوقتي في حالة عدم تحقق الشرط الاولاني اللي هو الكونديشن اللي انا بحدده له، الكونديشن هنا كان بفولس، هيروح على طول ناحية الالس ويطبع لي فعلا ان الاكس اقل من العشرة. طب في حالة ان هي ترو، يعني كانت القيمة اللي مدخلة هنا كبيرة 20 مثلا، فعلا كان هيطلع لي الستيتمنت الاولى اللي هي اكس اكبر من كام؟ من 10. طيب افرض انت عندك اكتر من ستيتمنت، يعني انت مثلا عندك هنا عايز تقول لي ان ال اوكي ان اول حاجه لو الاكس كانت اكبر من 10 زود الاكس بواحد، اكس بلس 1 اكس بلس equal 1. عايز تعمل الإجراء ده ان هو يزود على الاكس 1 وبعد كده يطبع الاكس اكبر من 10. طب يبقى انت هنا عندك ايه؟ عندك اكتر من ستيتمنت عايز تنفذهم في حالة تحقق الشرط، يبقى ساعتها اجباري عليك على طول لازم تعمل كده، تدخل دول في بلوك اوف كود. يبقى ده البلوك اوف كود الخاص بحالة تحقق الشرط، هتزود على الاكس واحد وفي نفس الوقت هتقول لي ان الاكس اكبر من 10. اعمل ران. فعلا في الحالة دي هو زود على الاكس واحد، تمام، وبعد كده طلع لي رسالة اللي هي الاكس اكبر من 10. طب تعالى هنا كده نطبع له الاكس كونكات مع الكلام ده. ففعلا دلوقتي قال لي ان الاكس ب21 لان هو زود عليها واحد، وبعد كده قال لي ان الاكس اكبر من الكام؟ 10. وطبعا برضه كاستراكشر سليم عندك المفروض ان انت تعمل لي كده، تفتح برضه براكت للالس وتقفل براكت للالس. تمام. طب انا عايز اكتب اف ستيتمنت بشكل سريع، يعني يديني هو الاستراكشر بسرعه كده بتاع اف ستيتمنت. قول لي اف اي ودوس لي كنترول وسبيس. كنترول وانتر، سوري انا اسف، كنترول وانتر هيديك هنا هو الاستراكشر بشكل عام بتاع الاف ستيتمنت بشكل سريع. الكونديشن بتاعك ايه هو؟ ان الاكس تكون اكبر من 20 او اكبر من 10، نفس المثال بتاع المره اللي فاتت. وهنا هو حاطط لك الاقواس زي ما احنا شايفين في الاف ستيتمنت في لوك اوف كود وفي الالس لوك اوف كود بتاعها، تمام. يبقى ده في حاله اللي انا عايزك تبقى اف ستيتمنت بشكل سريع. اوكي، ده شكل اف وده شكل اف الس. طيب افرض ان انت عندك اكتر من شرط، يعني عندك دلوقتي عايز تقولي اف ان الاكس كانت وليكن مثلا اكبر من 20 اعمل حاجة محددة، وعايز تزود شرط جديد. فتزود شرط جديد او تعمل اف جديد او كونديشن جديد بنستخدم حاجة اسمها الس اف. يعني ايه الس اف؟ بخلاف الشرط اللي فات ده ادخل لي في شرط جديد، يعني اوريدي الشرط الاولاني ما اتحققش، الس اف يعني غير الاف، غير الالس، غير الاف الاولانيه ادخل في اف تانية، ادخل في كونديشن جديد، تمام. يبقى الس اف دي معناها ايه؟ ادخل في كونديشن جديد. طب ازاي الكلام ده نعمله؟ تعال هنا بمنتهى البساطه نبنيها كاستراكشر كده، نقول له اف ان الاكس اقل من 18. نشوف اول حاجه كده ما تتحققش، أقل من 18،
هتطبع لي وليكن اس او في الاكس اكبر من 18. يبقى لو الاكس اقل من 18 هتطبع لي دي. طب هو لو ما لقاش ان هي اكبر من 18، انا عايز اقوله شرط جديد، ادخل في كونديشن جديد لو الاولاني ده ما اتحققش، يبقى هستخدم حاجه اسمها else if. طالما قلت لي if else if يبقى ده في كونديشن جديد، ان الاكس كانت اقل من 19 اطبع لي رسالة بتقول اس او في ان الاكس اقل من 19. طب عايز كونديشن جديد، اوكي براحتك اكتب لي كونديشن جديد else. اف ان الاكس كانت اقل من او يساوي 18 اطبع الرسالة بتقول اس او في ان الاكس اقل من او تساوي 18. طبعا دي المفروض مسج بتتحط ما بين سنجل كوت اكس اقل من 18، واللي فوق طبعا برضك نفس القصة. دي سترينج. طيب عايز تقول لي في حالة عدم تحقق كل الكونديشن اللي فوق ده، يعني ده شرط أول، إلس إف ده شرط تاني دخل فيه، إلس إف ده شرط تاني دخل فيه، طب في حالة عدم تحقق أي شرط من الشروط دي نقول له هنا إلس اس او في اي رسالة زيرو كده. لو عملت رن هيطبع ايه؟ هيطبع لي هنا ان زيرو. هنا اول حاجة بيقول لي الشرط بتاعي اف ان الاكس كانت اقل من 18، فهي مش اقل من 18 طبعا، ده الكونديشن بتاعي اقل من 19 اقل من او يساوي 18. لا دخل في كل الافات دي ما لقاش ولا شرط اتحقق فطلع لي زيرو. طب افرض الاكس بتاعتي دي كانت بالرقم ده، الاكس كانت عندي وليكن برقم اوكي برقم 16، ساعتها كان هيطلع لي ان هي اقل من او يساوي 18. تعالى فعلا بيقول لي هنا ان الاكس اقل من الكام؟ 18، اللي هي الالس اف دي الكونديشن ده، ان هنا الاكس اقل من او يساوي 18، فطلع لي الرسالة اللي موجودة قدامي ان الاكس اقل من 18. تمام، ده كده الاستراكشر العام بتاع اف ستيتمنت. بيكلمني دلوقتي ان انت عندك حاجة اسمها نستد اف. نستد اف ان شاء الله هناخدها في فيديو منفصل، تمام، وان شاء الله برضه ناخد كده تمرين كويس اوي على اف ستيتمنت في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله.